ده هيتكلم على فريق خش الفقره التحليليه. كابتن بلال الف مبروك، سيطره واستحواذ وغزاره تهديفيه واداء ولا اروع من النادي الاهلي، وفوز مستحق. اه طبعا فوز مستحق طبعا. طب يعني نجيب الاهلي؟ لا لسه مش لا ولا لسه مش لسه مش خد خد حق. مشكله انا الدور بيجي عليا رقم 4 وانا عارف، فبيكون الكباتن بسم الله ما شاء الله كل حاجه. اه طب احنا سايبين لك لا لسه فيه. لسه لا في تغطيه لسه ده لا ده لو ده لا لو في ديك روم كان ده لا في فكر تاني عندك بنفس المضمون. الماتش ده فكر تاني عندك سيبك الماتش ده ودينا الخريطه بتاعت الماتش. لا طب لا لا خلينا الماتش ده، خلينا اسباب تفوق النادي الاهلي بالصوره دي على نادي الاتحاد. شوف يا كابتن، انت كل ما بتقرب من 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 ماتش افريقيا كل ما خد بالك الـ الـ الطموح عندك بيعلى، كل ما الرغبه في المكسب بتزيد، كل ما تبقى انت عايز تأدي تدي ثقه لنفسك في الـ في الـ في مباراه الفاينل، فبالتالي انت بتشتغل على نفسك وانت كمدير فني كمان بشكل مختلف شويه. يعني النهارده انت راح تلعب الترجي، النهارده الناس بتقول لك ايه المباراه النهارده ممكن ما نعتبرهاش بروفا جيده للترجي، طب ليه؟ لماذا؟ الاهلي فريق كبير، اتحاد فريق كويس على فكره، بيلعب بشكل في الدوري العام اداؤه جيد، النهارده الشوط الثاني في بعض الاوقات كان مسيطر، كان بيضغط، كان بيوصل، وده وارد خد بالك تشوفه هناك في الترجي، ولكن الاهلي النهارده اسلوب اللعب كان مريح شويه. ازاي؟ تمام؟ يعني الاهلي النهارده طريقه الاداء بتاعه اللعيبه، التحركات، الانتشار، الباس، الضغط، الكفر من بدايه المباراه، من بدايه اللقاء، انا بكلمك من بدايه اللقاء، خد بالك في مباريات بتبقى انت مطلوب انك تحسمها من البدايه. صح تمام. المباراه دي مع انهي تصنيف من الفرق؟ مع تصنيف من الفرق اللي بتلعب بالطريقه دي، زي فرقه الاتحاد السكندري، زي فرقه مثلا الداخليه، زي فرقه الجونه مثلا، زي الفرق اللي بتلعب بالستايل الدفاعي ده، مطلوب انك تخلص المباراه من البدايه. ليه يا كابتن ايمن؟ عشان ما تخشش في حته ان انا لسه هروح للشوط الثاني في اخر الدقيقه 70 الدقيقه 80 خلاص الماتش بيهرب مني، ابتدي اتعصب، ابتدي اتنرفز، اخرج بره، نقطتين هيضيعوا. لا، الاسلوب اللي فرضته النهارده على فرقه الاتحاد، خد بالك النهارده من الماتشات اللي بتلعب فيها بسرعه جدا، بسرعه جدا، بتلعب كره سريعه. تمام، شفت عمر كمان بيخش جوه، بقى حسين الشحات بيطلع لبره، محمد هاني نفس الموضوع، رضا سين جاب الجول منين؟ من على ال 18 صح؟ بالزبط. من على خط ال 18 دخول كانه موجود في حته المكان بتاع السكند سترايكر او الشادو سترايكر، تمام، مش من على طرف الملعب، ولا مكمل في هجمه ملعوبه بالعرض. صح. لا ده دخل جوه الملعب. ده يقول لك ايه؟ ان طريقه اللعب النهارده فيها انتشار كبير، تمام، انتشار عرضي وطولي، تحركات رائعه جدا. امام عاشور النهارده بيأدي دور رقم 8 ورقم 10 في نفس التوقيت. تمام، عشان كده قبل الماتش لما كنا بنتكلم على قفشه، في حاله وجود امام في الملعب بتبقى من الصعب ان يبتدي بمجدي، او ممكن يديله طبعا يعني في الشوط الثاني، لكن بتبقى من الصعب لانك انت بيبقى عندك لعيب يقدر يديك الحتتين، يديك رقم 10 في نفس التوقيت يديك رقم 8 عنده الحلول اللي هو بيدافع. فانت عملت ايه بامام عاشور؟ عملت حاجه مهمه جدا يا كابتن علي، خليت الاثنين اللي موجودين عندك السنتر باكس يلعبوا 2 6 تمام، 2 6 يعني بيدافعوا بشكل كويس جدا، اديت اريحيه لعمر كمال انه يتحرك ويلعب في الحته اللي قدام، اديت اريحيه لمحمد هاني، ما عندكش ازمه في حته التغطيات، ما عندكش ازمه في حته البور ريكفري، بتقدر ترجع الكره بسرعه لانك انت عندك اثنين سنتر باك واثنين قدامهم بينتشروا عرضي في حاله ان الكره لما تتقطع منك او الاثنين الباكين بتوعك يبتدوا يطلعوا يبنوا الهجمات، فما بقاش عندك حته المشكله دي، بالاضافه لامام عاشور اللي بيرجع في حاله الهجمه اللي عليك في نص ملعب، فبيعمل لك حته ان انت بقى عندك ثلاثه في نص ملعب، فبالتالي ما عندكش ازمه في الحته الدفاعيه، والحته الهجوميه بقيت بتلعب باربعه موجودين دايما في الحته اللي قدام، اثنين طرفين، امام عاشور من تحتيهم وراس الحربه، بس اجاد وتنفيذها. اه طب هو الفكره كلها، بص المدير الفني بيدي خطوط عريضه كويس، وطبعا بيدي للعيبه التكتيك وازاي تتحرك في الملعب وازاي ننتشر في الملعب، لكن اللعيبه عليه المهمه الاكبر، اللعيب هو اللي بيدي، اللعيب هو اللي بينفذ، اللعيب هو اللي بيعدي واحد ضد واحد، تمام، اللعيب اللي بيقرر انه يروح يمين او شمال، هو اللي بيقرر توقيت الشوط وتوقيت الباص، فاللعيب هو البرسنتج الاكبر في الـ في الـ في الـ في الاداء التكتيكي، تمام، هو اللي عليه العامل الاكبر، هو يعني النهارده مين يقول لعمر كمال انه يشوط من الحته دي؟ تمام، هو اللي فكر انه يشوط، لكن عمر المدير الفني ما يقول لك ايه لما تعمل كده ابقى شوط من الحته دي، صعب جدا. مين النهارده يقول لرضا سليم انه يعملها بالشكل الرائع النموذجي بالشكل ده، او يدخل جوه في التوقيت ده في الحته دي؟ بالظبط، انا قصدي على التحرك. اه طبعا، امكانيات وقدرات اللعيبه
تمام، هي اللي بتفرق ساعات في الملعب. ما خد بالك انا ممكن اقعد ادرب اللعيبه ليل نهار الصبح وبعد الظهر، ولكن الكواليتي بتاعه اللعيبه هتسمح. يعني النهارده الاتحاد بيلعب زون ديفنس، مظبوط، الاتحاد في نص ملعب، هل الاتحاد اجاد فيها؟ ما اجادش، لان الفروقات الفرديه بتاعه النادي الاهلي تغلبت على الخطوط الدفاعيه، تمام، والتكتيك الدفاعي بتاع فرقه الاتحاد. ليه يا كابتن ايمن؟ لانه خد بالك انت النهارده كنت بتلعب بتعمل التحول بسرعه شديده جدا، والضغط كمان. انت كنت النهارده الشوط الاول بتعمل ايه؟ بتضغط من نص ملعب، من نص ملعبهم، بتقطع الكره بدري، فبتعمل لهم عمليه خلل، فاهم؟ يعني الكره ما كانتش بتعدي نص ملعبك الشوط الاول، بتضغط بسرعه جدا جدا جدا، فبتعمل خلل لفرقه الاتحاد، فبيظهر لك مساحات كتير في الملعب بتقدر من خلالها انك تبني خطوره. يعني الاهلي النهارده بص الشوط الاول، بص الشوط الثاني، الفرق يا كابتن ان انت بتعمل ايه؟ لعيبه الاتحاد كانوا عايزين يبنوا هجمات الشوط الاول، ما كانوش بيقدروا يبنوا، لانك انت بتضغط الناحيه دي برضا سليم ومعاه وجنبه اكرم توفيق، من تحتيه شويه بتلاقي مروان عطيه مكمل الناحيه الثانيه امام عاشور. يعني قافل الحته دي عليهم، عامل ضغط في كل جبهات الملعب. عشان كده النهارده احنا ما شفناش ثلاث اربع باصات لفرقه الاتحاد السكندري في الشوط الاول. انهيت الشوط الاول الضغط على الاتحاد من البدايه، اداك السيطره والاستحواذ من البدايه. اي فرقه في العالم، في العالم مهما كان هتضغط عليها هترتبك، بس هي الفكره كلها كابتن ايمن مش بس لما تقطع الكوره، ازاي بعد ما تقطع الكوره؟ هي دي الخطوره. انا ممكن النهارده يبقى كلنا قاعدين في النص ملعب بتاع الاتحاد وبنضغط فبنقطع. طب الحاجه الثانيه اللي بعدها، يعني الخطوه الثانيه هتعمل ايه بعد ما تقطع الكوره؟ انت عندك لعيبه عندها مهارات، صح، وده اللي حصل الشوط. بص البنالتي، مهاره رائعه جدا، باص عملها امام عاشور، تمام، اتلعبت راحت لعمر كمال عبد الواحد، قام رقص اخذ بنالتي. هي دي المهارات، دي فرق المهارات، هو ده استغلال الضغط بتاعك. انا بضغط كويس قوي، لكن هل انت بتستغل الضغط بتاعك؟ اه بتقدر تستغله، لان عندي لعيبه عندها مهارات عاليه تقدر تستغل الحته دي. الثانيه اللي عملها برده امام عاشور وحطها لحسين الشحات، اللي كان ممكن برضو يعني هي طولت منه سنه بس كان ممكن يسجلها هدف. واحده زي دي في نص ملعب برضو اللي ما بين امام عاشور وشحات، النهارده ما بينهم دويتو رائع جدا جدا جدا، امام عاشور وحسين الشحات، يعني اتنين في حاله من التفاهم والتجانس رائعه جدا 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 ما بين امام عاشور وما بين حسين الشحات. ده بيطلع وبيتحرك وبيوصل ده، وده بيتحرك وشايفه وبيعمل له اللونج باس وبيعمل له الدبل باس مع بعض وبيشوفه وبيعمل له ثرو باس. يعني في حاله جيده جدا من اتنين لعيبه عندهم مهارات وامكانيات عاليه جدا جدا. كويس. كولر تفوق تكتيكيا النهارده بشكل رائع جدا على كابتن طارق العشري، الاهلي النهارده تفوق بشكل جيد جدا جدا جدا، وكان من الطبيعي ان في بعض الاوقات هينتفض فرقه الاتحاد، وده طبيعي، خد بالك، يعني ان لم ينتفض فرقه الاتحاد ما تنفعش تبقى في الترتيب الخامس في جدول الدوري العام، استحاله، اكيد يعني لازم يبقى ليها في بعض الاوقات بعض رده الفعل، اللي حصل الربع ساعه والهدف اللي سجله الاتحاد دي رده فعل، طبعا خد بالك طبيعيه جدا، طبعا فرقه مغلوبه 3-0، تمام، يعني اتجرحت بلغه كره القدم، يعني اتعمل عليها شوط اول فوق النموذجي فوق الرائع، فبالتالي كان لازم يكون ليهم رده فعل ورده فعل طبيعيه، لكن انت كمان قدرت تتدارك الامر بسرعه جدا، ما سبتلوش غير الربع ساعه والهدف بس وما قدرش يخش في الجيم، لانك انت لحقت وسجلت هدف رابع قتلت بيه المباراه. وقلت لك المباراه يعني خلصت اكلينيكيا ما بين الشوطين، ليه يا كابتن ايمن؟ لان خد بالك زمن المعجزات ولا خلاص، ما قلتش بعد لا 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 بقول لك زمن المعجزات ولا، يعني ما قلتش بعد جول لا 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 استحاله. بص ما فيش معجزات في كره القدم، خلاص انتهى الموضوع. الفرق الكبيره لما بتكسب سكور كده استحاله ترجع، ولا ما تبقاش فرقه كبيره. ما ينفعش فرقه تبقى فرقه كبيره بطل كسبان 3-0 في ملعبه ويتعادل 3-3، لا الكلام ده يحصل، الكلام ده يحصل مع الفرقه الصغيره. الفرقه الصغيره لان بتخاف بتقلق بترجع ورا خلاص، يعني بيبقى عندها يعني حاله من الخوف، فبيبقى عندها حاله من الارتباك، فالفرقه الكبيره والفرقه الكبيره اللي بتلعبها بيبقى عندها كواليتي وامكانيات، فما ينفعش الكلام ده تعمل في النادي الاهلي. انت تعمله، انت ترجع زي ما رجعت قبل كده ماتشات كتيره جدا كنت بتغلب 3-1 وترجع 3-3 وتكسب 4-3. انا فاكر لو تفتكر معايا مباراه ام بالسنه اللي قبل اللي فاتت تقريبا، كان الاهلي مغلوب 3 وقدر انه يتعادل ويكسب في الدقائق الاخيره، لان دي فرقه كبيره. لكن ما ينفعش فرقه زي النادي الاهلي بالحجم والقوه والامكانيات والقدرات دي والكواليتي دي والتفكير ده وتتغلب وتبقى كسبان 3 وتنهي بالشوط الاول 3-0 وتيجي الشوط الثاني تقول لي اصل انا قلقان والماتش لسه ما خلصش. لا، لو قلقت او حسيت ان الماتش ما خلصش يبقى انت مش فرقه كبيره، والاهلي نادي كبير، فرقه كبيره
ما ينفعش ان هو يعني يقيم بالشكل ده. الاهلي مباراه رائعه جدا يا كابتن ايمن، واهداف كلها رائعه الحقيقه.